أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
كفر فإن عَلَمِينَ.